منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوز كبير على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0 في مباراة لجماعتهم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب. وسجل أهداف منتخب مصر في اللقاء كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل في الدقائق 23، 45 و69. فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حقق الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 1-0 في المباراة الودية لجامعتهم امبارح على استاد مختار التتش، وده سجل هدف الأهلي حسين الشحات. نادي بيراميدز أعلن التعاقد مع يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك الذي انتهى تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المنقضي، وانضم اللاعب لفريق السماوي في صفقة انتقال حر. ونروح لدورة الألعاب البارالمبية، وفاطمة محروس لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال توجت بالميدالية الفضية خلال منافسات وزن 67 كيلوغرام في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، ونجحت فاطمة محروس في المحاولة الأولى 130 كيلوغرام، ونجحت في المحاولة الثانية برفع 134 كيلوغرام، ونجحت في المحاولة الثالثة برفعت كمان 139 كيلوغرام. محمود صبري لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي احتل المركز السادس في منافسات وزن 72 كيلوغرام بدورة الألعاب البارالمبية بباريس، ونجح صبري في رفع ثقل قدره 188 كيلوغرام و193 كيلوغرام بالإضافة إلى 195 كيلوغرام في المحاولة الأخيرة. منتخب الطائرة جلوس حقق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، وده بعد الفوز على منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3-2. اللاعبة سلوى إيهاب تأهلت إلى منافسات نصف نهائي البارا كوني ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية اللي بتستضيفها باريس، واحتلت سلوى المركز السادس في التصفية الأولى وتتأهل إلى نصف النهائي ضمن سباق 200 متر فردي سيدات كياك. اللجنة المنظمة لبطولة العالم 134 للرماية على الأطباق المروحية وكأس إفريقيا العاشرة وبطولة الجائزة الكبرى أعلنت انطلاق فعاليات البطولة في الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024، واللي هتستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري، وده بمدينة السادس من أكتوبر. منتخب إيطاليا حقق الفوز كبير على منتخب الفرنسي بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية. النجم النرويجي إيرلينغ هالاند توج بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي الإنجليزي خلال شهر أغسطس الماضي بعد تألقه الكبير منذ انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، وحصد هالاند جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي بعد حصوله على ما يقرب من 75% من أصوات الجمهور. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لباسانتو محمد علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.